وما زال المسلمون منذ أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام. معنى أنه أول مسجد أسس في الإسلام، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في مكة، والصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومع ذلك ما استطاع المسلمون في زمن النبوة في الهجرة قبل الهجرة في مكة أن يصلوا جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام. فكان شوقهم إلى صلاة الجماعة عظيم، فلما جاء قدموا المدينة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، فكان أول مسجد يجمع أهل هذه الملة، كان أول مسجد يجمع أهل هذه الملة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن هناك فضل لقباء وفضل للمسجد وفضل للصلاة فيه، هناك فضل لقباء وفضل للمسجد وفضل للصلاة فيه. وقد استلها الحافظ ابن حجر، أي أخذ هذا التفضيل من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا حديث عن فضل الصلاة في المسجد، أنه كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا أو ماشيا. قال بعض أهل العلم: لعله صلى الله عليه وسلم كان يركب في الزمن الحار في زمن الصيف ويمشي في زمن الشتاء، وهذا معقول المعنى، وإن كان لا نستطيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونثبته. وقد قال بعض العلماء إنه كان يأتي كل سبت حتى يتفقد أهل قباء ممن لم يؤدي صلاة الجمعة معه صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة، إذ لم يكن هناك صلاة جمعة في المسجد في مساجد المدينة زمن النبوة إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. وهذا أجر عظيم، ويسمى، كان الناس قديما يسمون من يأتي إلى قباء معتمر، يسمون من يأتي إلى قباء معتمر.